العمل التطوعي النهاردة احنا بنعول عليه في حل قضايا كثيرة، سواء في الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي أو كافة جوانب الحياة، وإحنا في مرحلة تنمية. والحدث الثاني وهو تدشيننا لحملة مكافحة التعاطي والإدمان، وبنخص بيها المرحلة العمرية بمرحلة التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي. طبعا دي مرحلة مهمة جدا في تربية النشء، ومرحلة مهمة جدا في إضافة متعاطين جدد، فعشان كده المرحلة دي لها خصوصيتها. ولذلك في النهاردة برنامج يمكن كان تعاون وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن والصندوق، تعاون منذ شهور في رسم الخريطة المناسبة لخطة المكافحة. الحقيقة النهاردة يوم مهم جدا، احنا معانا 1000 شاب متطوع معانا على مستوى الجمهورية، هم تم تدريبهم خلال الفترة الماضية على أحدث رسائل الوقاية من المخدرات داخل المدارس. إن شاء الله 1000 شاب متطوع هينطلقوا على مستوى 6000 مدرسة خلال الفصل الدراسي القادم، هيتولوا توعية كل الطلبة الموجودين في 6000 مدرسة، وإن شاء الله في العام القادم إن شاء الله هنتوسع أكتر في إطار هذه المبادرة، تصل كمان لعدد كبير جدا من مراكز الشباب والمعسكرات الشبابيه. احنا دايما بنفتخر ان البصمه الاساسيه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان هي في اعداد كوادر من الشباب لتوعيه زمايلهم، لان دايما التوعيه بتكون من شاب لشاب مؤثره جدا، بيبقى عارف الانماط الفكريه والسلوكيه للشباب، وخصوصا كمان بعد لما يكون تم تدريبه على رسائل الوقايه بشكل جذاب. اليوم العالمي للتطوع قد ايه هو يوم مهم جدا لينا، واحنا قد ايه ممتنين ان احنا جزء من الكيان الكبير ده، فكل سنه بنحس ان ده عيد، ده عيد بالنسبه لنا بجد، اليوم العالمي للتطوع ده وفي الكيان اللي احنا فيه. كمان البرنامج الجديد للوقايه من المخدرات بالوسائل الحديثه في المدارس، بالفعل احنا اتدربنا عليه خلال المعسكر من فتره قريبه الاسبوع اللي فات. طبعا احنا على مدار السنين اللي فاتت كنا بننزل بنطرح البرنامج ده، ولكن احنا السنه دي بنقدمه بطريقه مختلفه، الا وهي استخدام الوسائل الاستراتيجيه الحديثه. يعني قبل كده كنا بنتدرب على الاساليب اللي كنا بنستخدمها على مدار السنين اللي فاتت، السنه دي احنا نازلين نقدم في المدارس اساليب حديثه، اللي هي مثلا على عرض الافلام والمسلسلات والحاجات اللي هي تكون على طريق الرؤيه اللي تقدر توصل رسالتنا للطلبه بشكل عام، يعني مثلا زي فيلم 4x6، فيلم رحله المخدرات، وقيس على ذلك من الحاجات اللي عن طريق الرؤيه بتقدر توصل للطلبه بشكل سريع.